المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس يا جماعة، ده حرف السين في الرقعة، هل ممكن حرف السين يكون مسنن في الرقعة؟ ممكن. شوف الشكل التاني بالطريقة دي، أهيت المسلم زمان سن 2 3، بس سنون مسننة زي المنشار كده، رفيعة خالص ومايلة ناحية اليمين. ده 1، ده 2، ماشي. من سلمة سين 2 3، المسلمون سين 2 3. يبقى السين الرقعة ممكن تكون مسننة برضه، بس سين مختلفة عن خط النسخ طبعا. من لسانه وير صدق رسول، مثلا برضه السين هي الله صلى الله عليه وسلم. إن عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير وسبسكرايب، و يا جماعة دعمونا بلايك بحيث إن احنا نقدم لكم كل جديد مفيد إن شاء الله بإذن الله للجميع. وفي المنتهى تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.